فقرة ضيف اليوم تتناول قرار حزب الاستقلال الانتقال إلى صفوف المعارضة، وفي هذا اللقاء سنحاول أن نستجلي بعض جوانب هذا القرار ومبرراته وانعكاساته على المشهد السياسي الوطني. ينضم إلينا للتو في الاستوديو الدكتور محمد عمران أبو خبزة المحلل السياسي، مرحبا بكم أستاذ. مرحبا. حزب الاستقلال كما قلنا يقرر الانتقال من المعارضة النقدية إلى المعارضة الصريحة، برأيك ما هي خلفيات هذا التذبذب في المواقف إن صح التعبير والتردد يعني الواضح في أخذ المواقع على الساحة السياسية؟ وبالفعل هو لاحظنا في المرحلة الأخيرة أن حزب الاستقلال بفعل المخاض الذي يعيشه داخليا عدم وضوح المواقف بشكل كبير. لاحظنا كيف أنه دخل حكومة بن كيران الأولى وبعد حين أي بعد أن تولى شباط الأمانة العامة للحزب خرج من الحكومة وتموقع في المعارضة، بعد ذلك كان هناك تموقع في المعارضة النقدية ومصطلح ربما أنه نادر نتداوله فقط في الحالة المغربية فقط وغير موجود بالنسبة للنماذج الأخرى، ثم فيما بعد أن الآن الحزب يتخذ موقفا وهو التموقع في المعارضة. ربما أن وليس أي تموقع في المعارضة، لا هو تموقع ربما الآن واضح أوضح من المرحلة السابقة التي كان فيها الحزب يقوم بالمعارضة النقدية، بمعنى أنه يدعم المعارضة ويدعم الأغلبية، ولكنه ليس من داخل الأغلبية، وهذا كما قلنا أنه أمر شاد سياسيا. لذلك فوضوح الآن الموقف هو ربما الحالة العادية والطبيعية التي كان على حزب الاستقلال أن يتخذ قبل 3 سنوات، لأنه هذا القرار قرار الدعم للحكومة ولو أنه ليس من داخل الأغلبية الحكومية اتخذه في 2015 واستمر إلى الآن. هناك معطيات متعددة ربما دفعت، هناك ما هو معلن ربما الآن في إطار البلاغات الصادرة عن الحزب وتصريحات قياديه تتحدث عن كون أن الحزب في إطار تقييمه لأداء الحكومة وأن الحكومة لم تقدم ولم تسرع عمليات الإصلاح وأن هناك تراجعات وأن هناك انخراط في تنزيل المفاهيم الليبرالية على مستوى الحالة المغربية إلى غير ذلك من الأمور، ربما هذا هو الضرر. ولكن في نفس الوقت يجب أن نفهم مدلول المعارضة في النظام السياسي المغربي. مدلول المعارضة في النظام السياسي المغربي هو يختلف عن الأنظمة الأخرى، فعندما تكون في المعارضة فأنت لك إمكانية التعبير عن مواقف ربما أنها تكون أقرب إلى ما يطالب به الشارع والرأي العام، تكون أقرب إلى الفئات الاجتماعية الكبرى المؤثرة في العملية الانتخابية. إذن فخطاب المعارضة هو الخطاب الأقرب إلى المغاربة من خطاب المساندة. لذلك فهنا قد أقول أن الأمر هو مرتبط بالتهيئ للمرحلة المقبلة وهي مرحلة الانتخابات. هي أمر ليس، لا نقول أنه ليس لهذا القرار أي الاصطفاف في المعارضة أي قيمة سياسية، على العكس من ذلك أننا كنا دائما نطالب بضرورة تقوية دور المعارضة، مع العلم أن الدستور في 2011 منحها هذا الموقع، بمعنى أنه لا يمكن الاشتغال لأي نظام سياسي أن يشتغل بدون معارضة، ولو لم تكن هناك معارضة لتم العمل على خلقها. وأنت تثير أستاذي مسألة دور المعارضة، يعني كان معنا قبل قليل السيد نزار بركة وقال يعني كما جاء للسانك أيضا أن الحكومة لم تسرع عملية الإصلاح وكان له مجموعة من المؤاخذات على أدائها تماما كما قلت. وأيضا هو تحدث عندما سألنا عن مسألة تحالف في المعارضة الموحدة قال بأنه يقبل الشراكة والتنسيق مع مكونات المعارضة لكن دون الحديث عن تحالف. وبالفعل هنا يجب أن هناك حدود سياسية واضحة في ما يخص وضعية المعارضة حاليا. عندما نتحدث عن المعارضة الحالية هناك بعض الأمور التي يجب أن، حتى عندما نتحدث عن وظيفة حزب الاستقلال في المعارضة سيعارض من؟ هل سيعارض الحزب الأولي؟ لأن هناك دائما عندما نتابع تصريحات قيادة حزب الاستقلال نجد أنها دائما توجه اللوم إلى الحزب الأول. في الوقت الذي نعلم أن حزب الاستقلال له حلفاء في داخل الحكومة،
حلفاء سابقون في إطار الكتلة الديمقراطية، نتحدث عن حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية. إذن فهذه العلاقة التي هي ليست علاقة بسيطة، بل هي علاقة لها جذور تاريخية وعمل مشترك، وفي الكثير من الأحيان كان هناك محاولة لإحياء هذه الروابط الحاصلة ما بين مكونات أحزاب الكتلة الديمقراطية. ثم الأمر الآخر، وهو عندما نتحدث عن المعارضة الحالية نتحدث عن حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال الآن. نعم. طبيعة العلاقة القائمة ما بين الحزبين ربما أنها ستخلق الكثير من الصعوبات في تنسيق العمل داخل المعارضة. فهناك الجانب القانوني الذي سيفرض على حزب الاستقلال التنسيق مع حزب الأصالة والمعاصرة، لأن هناك إجراءات مضبوطة قانونيا داخل النظام الداخلي للبرلمان أنه سيفرض على حزب الاستقلال أن ينسق مع حزب الأصالة والمعاصرة. ولكن على المستوى السياسي هناك اختلاف كبير على مستوى المرجعيات، فمرجعية حزب الاستقلال هي توجد على النقيض، قد أقول إلى درجة الحديث عن النقيض مع مرجعية حزب. فنعلم أن حزب الاستقلال هو حزب محافظ رغم التحولات التي وقعت داخل الحزب، وجود قيادة جديدة بتوجهات جديدة إلى غير ذلك، ولكن ظل دائما حزب الاستقلال وذلك الحزب المحافظ على مستوى مجموعة من المعطيات. نعم. مثلا الآن عندما نناقش مسألة الإرث، المساواة في الإرث، موقف حزب الأصالة والمعاصرة يختلف جذريا عن موقف حزب الاستقلال. استعمال اللغة العربية مثلا وتشبث حزب الاستقلال بهذا الاختيار. إذن فهناك اختيارات كبرى متناقضة ما بين الحزبين، هناك اختيارات كبرى وهناك مرجعيات مختلفة. وإذا كان الأمر على هذه الصورة التي شرحت لنا يا أستاذ، ما هي الأدوار المحتملة بالتالي لحزب الاستقلال في صفوف المعارضة؟ هو الدور الأول، هو قد أقول أن حزب الاستقلال الآن يتعامل بشكل براغماتي، يحاول ما أمكن أن يستفيد داخليا على المستوى داخلي للحزب، يرمم الصف الداخلي، يرمم الصف الداخلي، وهو أمر جد مهم، لأن لا أظن أن حزب الاستقلال عاش حالة أو وضع سياسي مثل ما عاشه الآن. ربما أنه منذ 59 انشقاق الحزب في 59 الآن لم يعش حزب الاستقلال هذه الوضعية. إذن فهي ربما قد أسميها هي فترة تسمح للحزب أن يعيد ترتيب بيته الداخلي واستكمال تشكيل هياكله، ولربما أنه مر من المحطة العسيرة هي المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الوطني، انتخاب شيبة العينين كرئيس للحزب ورئيس للمجلس الوطني، وهذه خطوة جد مهمة لرأب الصدع، ويحتاج إلى خطوات أخرى لم شمل مختلف التيارات داخل الحزب. هذا الجانب الأول هو جد مهم بالنسبة لحزب الاستقلال ولمستقبل حزب الاستقلال. ثم الجانب الآخر، لأن كما قلت، وهو أنه في تموقع في المعارضة سيجني الكثير حزب الاستقلال، لأنه على الأقل لن يكون مرتبطا بالقرارات التي تتخذها الحكومة، وهناك نوع من عدم الرضا لدى الرأي العام، وخاصة أنها تختلف بشكل كبير مع توجهات حزب الاستقلال، لأن كان نعلم أن حزب الاستقلال دائما ينادي أو من شعاراته الكبرى هو العدالة الاجتماعية. فالتوجهات الليبرالية التي أصبحنا نلاحظها بشكل كبير على الحكومة الحالية وحتى الحكومة السابقة أنها قد يدفع حزب الاستقلال إذا ما سندها الكثير انتخابيا. لذلك فهو يحاول ما أمكن أن يضع نوع من المسافة بينه وبين القرارات التي تتحمل الآن الحكومة مسؤوليتها. بالنسبة للوضع الداخلي للحزب وترميم الصفوف في هذه النقطة، يعني اتخاذ قرار التوجه من المعارضة النقدية للمعارضة الصريحة، يعني ما دلالات اتخاذ مثل هذا القرار على ضوء التطورات الأخيرة المتمثلة في انتخاب رئيس جديد للمجلس الوطني للحزب؟ هو معلوم أن هناك تيارات وأصبحت واضحة داخل حزب الاستقلال، لازال تيار شباط أنه فاعل موجود، هناك تيار ولد رشيد كذلك حاضر وبقوة، الآن هناك نزار بركة يحاول ما أمكن أن يدبر، ولعل أنه تأخر في انتخاب أو في عقد دورة العادية للمجلس الوطني خير دليل على ذلك. ربما أن هذا الوضع سيجعل حزب الاستقلال الآن على المستوى الداخلي أنه
يدفع الى نوع من التقارب ما بين هاته التيارات، لانه دخول الحزب لاي رهان، لاننا قد نكون مقبلين على تحولات سياسية قد تحدث في أي لحظة، لأن العمل السياسي هو هذا هو طبيعته، لأن فعلا لا قد يكون هناك انتخابات سابقة لأوانها، قد يكون تعديل حكومي، قد يكون، لأن هذا هو العمل السياسي. فبالتالي أن دخول الحزب أي حزب سياسي، ولربما أنه ما أدى إلى حزب الاستقلال لكي يكون في المرتبة الثالثة في الانتخابات الأخيرة، وهو أنه دخل الانتخابات وهو في حالة انقسام داخلي، تيار لا هوادة مع تيار الشباط. هذا الوضع لن يساهم أو لن يسمح لحزب الاستقلال بأن يكون أداؤه نعم. جيدا ويرضي الكتلة الناخبة نعم. لذلك ربما أن التحسين وتنقية الأجواء الداخلية، ولربما كما قلت أن الرسالة القوية عبر انتخاب شيماء والماء العينين على رأس المجلس الوطني إشارة أو رسالة قوية أنه هناك رغبة للم نعم. الشمل، على اعتبار شخصية نعم. شيماء ماء العينين أنها شخصية إجماع وليست وليست منتمية لهذا التيار أو ذاك. منذ قليل كما ذكرنا هنا معنا سيد نزار بركة، وسألنا عن هذه المعارضة الاستقلالية الوطنية، يعني ما معناها بالضبط، فكان جوابه السياسي. بالنسبة لك أنت يعني أستاذي، ما هي مواصفات هذا يعني هذه المعارضة، وفيما تختلف عن باقي المعارضات الأخرى؟ يعني ربما أنها لن تختلف كثيرا، يعني يجب أن نقر، رغم أن التوصيف هو توصيف دقيق وله دلالة عندما نتحدث عن معارضة استقلالية بحمولتها التاريخية وبخصوصيتها وبهوية حزب الاستقلال. ربما قد نتساءل عن هوية حزب الاستقلال نعم. الآن ما الذي نعنيه بحزب الاستقلال؟ هل هو حزب البرجوازية الفاسية التي دأبنا؟ هل هو حزب السلفي بالمفهوم المغربي؟ هناك تحولات عميقة حدثت داخل حزب الاستقلال. ثم عندما نقول أن حزب الاستقلال أنه سيقوم بالمعارضة الوطنية لأن هناك ملفات، هذه الملفات لا أحد الآن يناقش ويجادل فيها، الوحدة الترابية للمملكة، لا أحد الآن يجادل في هذا النوع من الملفات. إذن فهناك قضايا وطنية حولها إجماع تفرض على الجميع أن ينخرط فيها. إذن ولكن بمعنى من المعاني ربما قد نقول أن حزب الاستقلال عبر استعماله هذين المصطلحين ربما أنه سيدخلنا في نقاش جديد، وسيطرح مسألة هوية الأحزاب السياسية. صحيح. عندما نقول معارضة حزب الاستقلال، هل معارضة حزب الاستقلال تفرض على نعم. الأحزاب الأخرى أن تكون لها معارضة حزب الأصالة والمعاصرة نعم. إذن فهذا الأمر ربما أنه سيدخل نقاش سياسي نعم. جد مهم. أشكرك جزيلا الشكر دكتور محمد عمراني بخبزة المحلل السياسي، كنت ضيفنا اليوم.